بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل نعمته وبركته على ارواحنا جميعا امين. كل سنه وانتم طيبين. يوم الاثنين اللي فات كان عيد الصليب، وحابين نتكلم عن الصليب. الصليب بنقول في التسبحه هو قوتنا وهو عزتنا، وبولس الرسول بيقول حاشا لي الا نفتخر بصليب الرب يسوع المسيح. رشم الصليب، احنا اولا لما بنرشم الصليب بنقول بنحط يدنا في راسنا كده، نقول بسم الاب، يعني الاب فوق العقل والاب فوق العين، الاب لا ينظر. وبعدين بننزل يدنا تحت على بطننا ونقول الابن، يعني الابن تجسد من بطن العذراء وجاء في وسطنا وبقى ابن الانسان. وبعدين نحط يدنا في الشمال ونحولها لليمين ونقول والروح القدس، أي الروح القدس حولنا من الشمال إلى اليمين، أو من الموت إلى الحياة، أو من النور من الظلمة إلى النور، وأصبحنا إحنا أولاد الملكوت، وهو الآب والابن والروح القدس أدخلونا إلى الملكوت. عشان كده احنا لما بنرشم علامة الصليب احنا بنعلن او بنقول كل مرة قانون الايمان. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الاب ضابط الكل، ابنه الوحيد يسوع المسيح، وقيامة الجسد والحياة الابدية. فبنعلن ايه قانون الايمان. علامة الصليب طبعا هي كانت من زمان، من 2000 سنة عندنا مخطوطات بتؤكد بانه الآباء الرسل استعملوا أو كانوا بيرشموا الصليب من زمان، من 2000 سنة. كمان الصليب هو العلامة بتاعتنا، بتاعت المسيحيين. الواحد طبعا بيستغرب إنه بعض الطوائف زي البروتستانت ما بيستعملوش الصليب، يعني لا تلقى الشيخ بتاعهم لماسك صليب ولا بيرشموا صليب ولا فوق كنائسهم في صليب ولا جوه الكنيسة في صليب، ولا بيبتدوا الصلاة بإشارة الصليب، ولا بيخلصوا الصلاة بإشارة الصليب. الواحد مش بيعرف ليه إن هم ما عندهمش إشارة الصليب، مع إن ما فيش حد بيكره الصليب إلا الشيطان بس، لأنه الشيطان يتهزم بالصليب. طبعا أول من ذكر الصليب في العهد الجديد هو سمعان الشيخ. سمعان الشيخ هو أول من ذكر أنه حيكون في صليب، لأنه لما قابل الست العذراء مريم قابلها في الهيكل وشال المسيح على ذراعيه وقال الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك، وقال إن هذا قد وضع على المسيح، يعني لقيام وسقوط كثيرين. بعدين قال وللعلامة تقاوم، يعني المسيح ده حيكون عنده علامة، وهذه العلامة سوف تقاوم من اليهود وسوف تقاوم من الوثنيين وهكذا. وفعلا هذه العلامة، علامة الصليب، تقاومت منذ 2000 سنة. وأنا أذكر يمكن في بنت كانت في الجامعة في آخر سنة خلاص على التخرج، وبعدين يعني كان عندهم الامتحان الشفهي بتاعهم، والامتحان الشفهي ده لمدة يعني فيه فرص 3 مرات بس. فأول ما دخل الامتحان الشفهي الأستاذ بتاعها قال لها قبل ما نبتدي الامتحان لازم تقلع الصليب. فهي اعترضت وقالت له طبعا أنا مش هقلع الصليب. قال لها لو ما قلعتيش الصليب أنا هسقطك. قالت له ولو. وفعلا ابتدى ان هو يسألها اسئلة، وهي تجاوب الاسئلة ده بتجاوب، لكن سقطها. والمرة الثانية برضو سقطها لانه رفضت تقلع الصليب. المرة الثالثة اخر مرة، ودي كانت اخر فرصة ليها، كان عندها اختيار يا اما تقلع الصليب يا اما دي اخر فرصة ان تدخل الجامعة وتتخرج وتاخد شهادتها. فكان موضوع بالنسبة ليها تحدي، فهي قالت له برضه مش هقلع الصليب، حتى لو مش عايزه شهادتي، وحتى لو مش هنجح
أنا مش حاجة لها الصليب، يعني مش حاجة لها الصليب. ودخلت مع الأستاذ بتاعها في صليب في تحدي. وبعدين طبعا امتحنت وتوقعت بأنها تسقط زي كل مرة، ولكن في التخرج يفاجئ الدكتور بأنها بينادوا اسمها وبتاخذ شهادتها. وبعدين بيسألها بيقول لها أنا مسقطك، إزاي أنت تخرجتي؟ قالت له مادتك بالذات أنا جايبة فيها امتياز. إلا إزاي؟ اللي حصل بأنه هو كان دايما بديها واحد من عشرة، واحد من عشرة، واحد من عشرة. آخر مرة دي القلم جاء بالغلط، أو مش طبعا بالغلط، إنما ربنا قصد إنه القلم يعني يحط نقطة، فجابت عشرة من عشرة، مع الواحد اتحطت نقطة فجابت عشرة من عشرة ودوها امتياز. فدي العلامة التي تقاوم، ونجحت وجابت امتياز وتخرجت. علامة الصليب ذكرها الرب يسوع المسيح نفسه لما اتكلم عن علامات مجيء من الإنسان، قال النجوم تتساقط والشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوء، وقال تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. يعني قبل ما يجي الرب يسوع المسيح على سحب السماء والعلامات بتاعة المجيء، كل الأحياء والأموات هيشوفوا علامة ابن الإنسان الصليب منور كل السماء قبل ما يجي المسيح. وده وعد من الرب يسوع المسيح إنه الناس هتشوف علامة الصليب على السماء، ودي من علامات مجيء الرب يسوع المسيح. عشان كده الصليب قبل كده ظهر في السماء، ودي من أعياد اللي احنا عيدنا فيها في أعياد الصليب، إنه الملك قسطنطين لما كان ماشر الحرب وبعدين ظهر له الصليب في السماء، وربنا قال له بهذا تغلب، وفعلا أخذ معه الصليب في كل حروباته وكان ينتصر. فنفس العلامة اللي ظهرت لقسطنطين في السماء هي نفس العلامة بتاعة الصليب اللي هتظهر في مجيء الرب يسوع المسيح. عشان كده إذا عايز تغلب الشيطان لازم ترشم الصليب وتمسك صليب، والصليب هو حياتك. مرة من المرات أستاذ مدرس الأحد كان بيحكي للأطفال الصغار، بيقول لهم لما تكونوا في ظلمة حاجة تخوفكم ارشموا الصليب وخلاص تكونوا في اطمئنان. فهو طبعا الأستاذ يعني قال الدرس، بس طبعا يقال انه كان ماشي مع العيال بتاعه موديهم البيت بتاعهم، فطلع عليهم كلاب وقعد تهوه عليهم. الأستاذ خاف وقعد يضرب الكلاب بالحجارة، والعيال خافوا وصرخوا. وبعدين واحد من العيال قال له يا أستاذ انت مش قلت لنا قبل شوية لما تخافوا ترشموا الصليب؟ فدي كانت درس من عين صغير للأستاذ بتاعه. تعال يا أستاذ نرشم الصليب. أول ما رشم الصليب الكلاب هديت وسكتت، وده كان طبعا الأستاذ قال أنا كنت بقول كلام لكن مش بعمل بيه، لكن فعلا أكثر حاجة تخوف الشيطان هي الصليب. طبعا احنا عارفين قصة مرجرجس العظيم أمير الشهداء اللي مات سبعة موتات، لكن اللي كان يغلب بيه إلا هو الصليب. لما كان يعملوا له أي حاجة كان يرشم علامة الصليب، فكانت أي قوة يغلبها، فعرفوا إنه علامة الصليب هي اللي بيغلب بيها، فقام طبعا ربطوا له يده وعلشان ما يرشمش علامة الصليب. والقصة اللي احنا عارفينها، وجابوا له كوباية من السم، فقام حرك برأسه قال له مشرب من هنا ولا من هنا ولا من هنا من هنا، رشم علامة الصليب وشرب السم والسم لم يضره. إذن الصليب قوتنا. واحد الشهداء لما كان بيرجموه، والرجم ده صعب لأنه أصعب موتة هي موتة الرجم، إنه لما ترجم وقع على الأرض وهو فارد يده زي الصليب، كأنه بيقول له يا رب زي ما أنت احتملت الصليب خلينا أيضا أحتمل الرجم. الكنيسة يعني طول عمرها في كل أسرارها السبعة بتستعمل الصليب، إذا كان في سر المعمودية ولا سر الميرون أو سر التوبة والاعتراف، سر الزواج،
سر الكهنوت، سر مسحة المرضى، كل ده أبونا لازم استعمل الصليب. مثلا سر المعمودية، إيه علاقته بالصليب؟ المعمودية أساسا هي موت وقيامة ودفن وقيامة مع المسيح. أنا بولس الرسول بيقول دفننا معه في المعمودية، يعني إحنا مدفونين معه في المعمودية، يعني من ساعة ما أنا وإنت تعمدنا دخلنا جرن المعمودية، اتصلبنا ودفننا وقمنا مع المسيح. عشان كده إحنا كنيستنا الأرثوذكسية لا تؤمن بالمعمودية بالرش وإنما بالتقطيس. ليه؟ لأنه لازم العين يدخل جوه المعمودية، ودي علامة الدفن. الواحد طبعا لما بيدفنوه مش بيرشوا عليه التراب، لا، إنما بيدخلوه جوه التراب. فالمعمودية دفن مع المسيح، مدفونين معه في المعمودية. فإحنا أبونا بيشيل المعمد بدخل جوه المعمودية، كأنه موته وصلبه ودفنه وبيقومه تاني من المية قيامة مع المسيح، مدفونين معه في المعمودية بثلاثة مرات، زي المسيح كان في القبر ثلاثة مرات، هكذا المعمد أبونا بيشيله ويحطه في المية ويطلعه ثلاثة مرات، مع اعتبار بأن المعمودية هي صلب وموت ودفن وقيامة مع المسيح. كمان بولس الرسول بيقول مع المسيح صلبت لأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، يعني من يوم ما أنا تعمدت أنا اتصلبت. كل واحد من يوم ما تعمد اتصلب مع المسيح، صلبت، يعني من يوم المعمودية أنت لازم تكون مصلوب، قبلت الألم والعار والذل والظلم والافتراء، خلاص مع المسيح صلبت. لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، من ساعة ما تعمدت أصبحت الحياة اللي أنا عايشها، العيشة دي مش بتاعتي أنا، إنها دي بتاعت المسيح. فالمسيح اتصلب على المسيح على الصليب علشان يقول لي دي مش حياتك، دي حياتي أنا. زي ما كنت أنا عايش، المسيح بيقول لك زي ما أنا كنت عايش عيش أنت كمان، لأنه أنا مت بدالك. زي قصة إنه أخوين اتنين، واحد كان ماشي صح واحد ماشي غلط. الماشي الغلط كان يشكر ويلعب قمار ومخدرات، وبعدين عمل مشكلة فقتل واحد، وقام قميصه كله تلطخ بالدم. فقام أخوه قال له ما تخافش أنا حشيل ذنبك، اقلع قميصك واديني قميصي وأنا حديك قميصك. فقلع القميص المليان دم وداه لأخوه ومشى وسلم نفسه وقال لهم أنا المجرم، وحكموا عليه بالإعدام. فقال لهم قبل ما تحكموا عليه بالإعدام عايز أخويا، فجابوا له أخوه وقال له بص يا أخويا أنا فديتك بحياتي، الحياة اللي أنت دلوقتي هتعيشها دي مش حياتك، دي حياتي أنا، فأنا عايزك تعيش زي ما أنا عشت، فإلغي كل الحياة اللي كنت عايشها وعيش حياتي أنا. ده اللي عمله المسيح. مفروض إحنا نموت والمسيح مات بدلنا. إذن المسيح لما مات على الصليب قال لنا الحياة اللي أنتوا عايشينها دي مش بتاعتكم، دي بتاعتي أنا، زي ما أنا كنت عايش على الأرض كمان أنتوا تعيشوا في السماء، كمان أنتوا تعيشوا نفس الحياة بتاعتي في الأرض. كمان معمودية أنت أصبحت ابنا لله، لأن المسيح لما تعمد جاء صوت من السماء قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سرت. وأبونا لما بيجي يعمد الطفل بيقول له اجعله ابنا لك. عشان كده الطفل أول ما بيدخل مدرسة الأحد قبل ما يتكلم أدوب بتهته بيعلموه إشارة الصليب، بيقولوا له قول بسم الآب والابن والروح القدس، وبعلموه إشارة الصليب قبل ما يعلموه حتى إنه يقول أبانا الذي. كمان قبل ما يتعمد الطفل إنه أبونا في المعمودية بيحط زيت الميرون على مية المعمودية، بيحطها على شكل الصليب، وبعدين بيحرك المية بالميرون دي بالصليب، ويقول صوت الرب على المياه إله المجد أرعد،
معناته بيعلن للناس الحاضرين الصلاة إن هذه المية مش مية عادية، إنما ماء وروح. وبعد ما يعمد الأبونا الطفل بيلبسوه اللبس الأبيض وبحطوا له شريط أحمر بنسميه الزنار. ليه اللبس الأبيض والزنار؟ لأنه اللبس الأبيض بنقول له أنت أقدس إنسان في الكنيسة، لأنه تعمدت وما عندكش ولا خطية، وأنت كأنك قديس في الكنيسة. عشان كده بنزفه في الكنيسة كلها، وبنقول له أكسيوس زي ما بنزف في أي صورة بتاعت قديس. يعني تخيل أنا وأنت يوم من الأيام زفونا زي القديسين، طب إيه اللي جرالنا دلوقتي؟ وبعدين المعمد بنلبسه الزنار لأنه إشارة إلى دم المسيح الذي أهرق على الصليب، وده اللي قاله في سفر الرؤيا: غسلوا ثيابهم وبيضوها بدم الخروف. يعني الرمز إلى المسيح اللي اتصلب على الصليب. وكذا إحنا في المعمودية نكون قد اتصلبنا في المعمودية ومتنا في المعمودية ودفننا في المعمودية، وأيضا حصلت لنا قيامة في المعمودية. ده السر الأول، سر المعمودية. السر الثاني، سر الميرون. إيه علاقة الميرون بالصليب؟ أولا لما بتعمد الطفل بيترشم بالميرون 36 رشمة. والميرون ده إيه؟ الميرون ده نفس الأطياب اللي اتحطت على جسد الرب يسوع المسيح. تخيلوا إن أنا وإنت اتحط علينا الأطياب اللي اتحطت على جسد الرب يسوع المسيح. والميرون ده طبعا استعملوه الآباء الرسل من زمان، من أيام الآباء الرسل. وقال عنه بولس الرسول: الذي يثبتنا في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا وأعطى عربون الروح القدس. إذن سر الميرون اسمه سر التثبيت، وكمان اسمه سر المسحة، واسمه الختم، وهو عربون الروح القدس. إذن سر الميرون اسمه سر التثبيت وسر المسحة وهو الختم وهو الميرون اللي حل علينا فيه الروح القدس. إذن ده اللي قاله بولس الرسول. يوحنا عاد نفس الموضوع واتكلم عن سر الميرون وقال: وأما أنتم فالمسحة الذي أخذتموها ثابتة فيكم. يعني إيه؟ يعني مسحة الميرون ثابتة فينا. يعني المسحة اسمها الميرون، اسمه سر التثبيت. إذن الميرون اتكلم عليه بولس الرسول واتكلم عليه يوحنا الحبيب. إذن من ساعة ما أنا وإنت تعمدنا وخدنا زيت الميرون أصبحنا هيكلا للروح القدس. أول ما أبونا بيحط علينا الميرون 36 رشمة على طول، ده اسمه سر التثبيت وسر المسحة والختم الإلهي، وبترشم 36 رشمة في جسدنا. إذن أصبح هذا الجسد ليس جسدا ترابي، وإنما جسدك هو مدشن بالميرون. مدشن يعني مخصص، مكرس بالميرون. إذن جسدك ده أصبح ليس جسدك، وإنما ده جسد المسيح. عشان كده أصبحنا هيكل للروح القدس. يبقى أنا وإنت بالضبط زي الهيكل دي. الهيكل ده لما يجي سيدنا البابا أو سيدنا الأسقف إنه يدشنه بالميرون، يصبح كله مدشن بالميرون، يمسحوه بالميرون ويصبح مقدس ومدشن ومخصص، لا يجوز فيه إلا أن يحطوا فيه جسد الرب ودمه فقط. عشان كده بولس الرسول قال: أأخذ أعضاء المسيح واجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. هل ممكن الجسد ده يزني وهو مرشوم بزيت الميرون اللي هو الأطياب اللي اتحطت على جسد الرب ويزني هذا الجسد؟ حاشا. هل ممكن أحط في هذا الجسد زبالة، أحط في خمرة، أحط في مخدرات، أحط في حاجات وحشة؟ حاشا. هل ممكن الست أو البت اللي بتلبس عريان وتكشف جسدها المرشوم بالميرون 36 رشمة يجوز لك تعملي كده؟ حاشا. لأنه أي ست بتعري جسدها المرشوم بالميرون 36 رشمة كأنها بتصلب المسيح مرة
الثانية. فأصبح هذا الجسد ليس ملكا لك إنما ملكا لربنا، لأنه من ساعة ما تدشن بالميرون أصبح ملكا للرب. أول حاجة بتترشم بها بالميرون الوش، لأن وشك ده بترشم 8 رشومات بالميرون، لأن المنطقة دي كلها الرأس والوش هي اللي بيدخل منها الخطايا كلها. فأبونا بيرشم رشمة هنا في الفكر، وبعدين بيرشم على العيون 2، وبيرشم في فتحات المناخير 2 برضو، وبيرشم على الودانين 2، وبيرشم على الفم أو الشفتين أو اللسان 8 رشمات. ليه؟ لأنه أساس كل الخطايا بتيجي من هنا، من فكرك أو من عينك أو من ودانك أو من لسانك، لأنه المنطقة دي كلها بيتراشم بها الميرون. بعد كده طبعا بينزل أبونا بالميرون على قلبك وعلى سرتك، وبعدين بيرشم بالصليب على أول ظهرك وفي آخر ظهرك، وبعدين بيرشم كل المفاصل بتاعت اليد اليمين واليد الشمال، المفاصل من قدام كلها 3 مفاصل 1 2 3، وبعدين من قدام هنا 1 2 3 وهكذا، هنا 6 هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 وهنا 3، وفي الرجلين برضو كده في المفاصل، في كل المفاصل من فوق والركبة ومن تحت في المشط 3، ومن ورا برضو من الرجلين 3 في كل رجل من قدام و3 من ورا، والرجل الثانية 3 من قدام و3 من ورا، فيصبح العدد كله 36 رشمة أنت بتترشم بها. فتصبح كل فكرك مخصص لله، عينك مخصص لله، ودانك مخصص لله، شفتيك ولسانك مخصص لله، قلبك مخصص لله، يدك ورجلك مخصص لله، ظهرك وبطنك مخصص لله، أنت كلك مكرس إلى الله. عشان كده يا أحبائي زمان اللي كانوا بيترشموا بالميرون دي الكهنة والملوك والأنبياء. الكاهن بالذات لما كان يترشم بالمسحة المقدسة كان يحطوا عليه زي يافطة بتاعت يافطة العربيات كده بين عينيه، ومكتوب عليها قدس للرب، يعني ده مخصص لربنا، مقدس لله. طيب دلوقتي زمان كان بس للكهنة والملوك والأنبياء، دلوقتي أصبح لكل الشعب. هل ينفع أنا وإنت، وأنا كاهن وإنت مش كاهن، ممكن إنت تكون مكتوب عليك مقدس للرب أو مخصص لله؟ ده بالنسبة للصليب والميرون. السر الثالث هو سر التوبة والاعتراف. إيه العلاقة بين التوبة والاعتراف والصليب؟ التوبة والاعتراف مربوطين بالمعمودية. ليه؟ إزاي التوبة والاعتراف مربوطين بالمعمودية؟ أنت لما دخلت جرن المعمودية اتغفرت كل خطيتك خلاص. طيب أنا طلعت من المعمودية أخطيت تاني يوم تالت يوم، هل ينفع أدخل المعمودية تاني؟ طبعا لا. ليه؟ لأن المعمودية مرة واحدة. ليه؟ لأنه المسيح مات مرة واحدة، اتصلب مرة واحدة، اتدفن مرة واحدة، قام مرة واحدة، فلا يجوز إعادة المعمودية خالص حتى لو الإنسان أنكر المسيح وبقى مسلم أو بقى أخذ أي ديانة تانية، لا يجوز معموديته مرة تانية. ليه؟ لأن المعمودية لا تعاد، لأنها رمز لموت ودفن وقيامة مع المسيح، فالمسيح مات ودفن وقام وصلب مرة واحدة بس. إنما إزاي التوبة والاعتراف مربوطين بالمعمودية أو مربوطين بالتوبة؟ التوبة أنت لما بتتوب بتندم على خطيتك وبتبكي على خطيتك، فالقديسين قالوا الدموع هي عبارة عن معمودية تانية، وبتخطي تاني وبتبكي ودموعك بتنزل تاني معمودية ثالثة. كل مرة أنت بتبكي على خطيتك أنت بتدخل جرن المعمودية مرة تانية ومرة ثالثة ومرة 7 ومرة 10. عشان كده سر التوبة والاعتراف مربوطين بالمعمودية. كمان التوبة هي صليب. ليه؟ لأنه يقول الكتاب إن لم تقاوموا ضد الخطية
حتى الدم. يعني أنا وإنت نقاوم الخطية لحد ما نجيب الدم. هل أنت بتقاوم خطيتك كأنك اتسمرت على الصليب؟ لأن مقاومة الخطية لا تقل عن مسمار في يدك، ولا تقل عن شوكة في راسك، ولا تقل عن حربة في جنبك. ومقاومة الخطية حتى الدم لا تقل عن جلدات أنت بيجلدها لك الشيطان. إذن أنت لما بتقاوم خطية الشهوة أو خطية المادة أو خطية الكرامة والأنا والذات أو خطية العصبية أو أي خطية ما، أنت كده بتقاوم حتى الدم ضد الخطية كأنك اتصلبت مع المسيح، مع المسيح صلبت. كمان مقاومة الخطية هي فيها مطانية. المطانية معناتها التوبة، انك انت لما بتعمل مطانية بترشم علامة الصليب وتقول كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم، وبتنزل راسك للأرض وكأنك بتقول انه الخطية جابت راس الأرض، وبعدين بترفص الأرض برجلك وتقوم تاني وترفع راسك للسماء وتقول يا رب أنا مش عايز الأرض، أنا عايز السماء. الخطية جابت راس الأرض لكن دخلني رب السماء، وبتطلب رحمة ربنا، بتقول ترشم الصليب تاني، بتقول كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله، وهكذا تعملها وتكررها كذا مرة 41 مرة، وترشم الصليب وتقول الخطية جابت راس الأرض، وتقوم تاني ترفص الأرض برجلها وتقول أنا عايز السماء. الاعتراف إيه ارتباطه بالصليب؟ أول ما تخش عند أبونا لازم تلقاه ماسك صليب، ودي أهم حاجة. ليه؟ لأنك أنت لما بتعترف أبونا بحط الصليب على راسك وبيصلي لك التحليل، فتقوم الخطية اللي أنت ذكرتها تيجي من على راسك على الصليب، ويشيلها المسيح على الصليب، وتدخل تاني تاخد من جسد الرب ودمه وتتغفر لك خطيتك. عشان كده أبونا بيقول في التحليل اقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك بشيء بعلم أو بغير علم أو بصغر النفس أو بالقول أو بالفكر أو بالفعل، فاصفح واغفر لنا كصالح ومحب للبشر. إذن مين الذي يقطع رباطات الخطايا؟ الإنسان بيكون مربط بخطية الشهوة، مربط بخطية المادة، مربط بخطية الأنا والكرامة. مين اللي يقطع الرباطات دي إلا قوة الصليب. سر الثاني، سر التناول، إيه علاقته بالصليب؟ إحنا أولا بناكل جسد الرب ودمه من على المذبح اللي فيه جسد الرب ودمه اللي اتصلب عليه. المذبح هو أساسا صليب. ليه؟ لأنه لازم كل مذبح يكون من خشب. ليه؟ لأنه رمز إلى الصليب، عشان إحنا بنحط فيه جسد الرب ودمه. لكن بعض مرات المذبح بيكون من أي مادة تاني، من الرخام مثلا، لكن بيجي سيدنا البابا أو سيدنا الأسقف بيدشن هذا المذبح بالميرون فيصبح المذبح مدشن. لكن بعض مرات مش بيدشن. مثلا عندنا في كنيسة بابا كروس ست دميانة مش مدشن المذبح، لكن لازم نحط فيه خشبة اسمها لوح الشريعة، ومكتوب عليها باسم الآب والابن والروح القدس، ومدشنة بالميرون. فنحط اللوح ده على المذبح دي فيصبح مذبح. ليه؟ لأنه يصبح كده زي الصليب. لما نشيل الخشبة دي من على الترابيزة خلاص تصبح ترابيزة عادية، زي ما كنا زمان بنعمل قداسات على المسرح تحت، مش كده؟ نحط الترابيزة، لكن لازم نحط لوح الشريعة، خلاص أصبح كده مذبح نحط فيه جسد الرب ودمه. نشيل اللوح ده أصبحت ترابيزة عادية. فالتناول بنحط فيه جسد الرب ودمه على خشبة الصليب اللي هي المذبح المقدس. احنا كده كمان المذبح دي بنحط تحته أجساد القديسين الشهداء. ليه؟ لأنه فوق المذبح في المسيح المصلوب، وتحت المذبح في الشهداء اللي اتصلبوا من أجل المسيح.
فوق المذبح في دم، وتحت المذبح في دم الشهداء، فوق المذبح في حب لا نهائي من المسيح للبشرية، وتحت المذبح في حب لا نهائي من البشرية إلى المسيح. عشان كده يقول في سفر الرؤيا: رأيت الذين دفنوا تحت المذبح يقولون: إلى متى يا رب لا تأتي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ يعني الشهداء اللي كلهم اللي قاعدين تحت المذبح عمالين يصرخوا يقولوا: يا رب إمتى هندخل الملكوت، وإمتى مش هتيجي وتنتقم لدمائنا؟ وقام رد عليهم ربنا قال لهم: إلى أن يكمل العبيد رفقاؤهم جهادهم. يعني لسه في شهداء تاني جايين عشان نعمل الحفلة الكبيرة وندخل كلنا السماء. بعدين يقول: من أكل هذا الجسد وشرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودم. كل من يدخل إلى هذا المذبح ويأكل من جسد الرب ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودم. إمتى الإنسان لا يكون مستحق لجسد الرب ودمه؟ لما يعمل حاجتين. أول حاجة، الاشتراط من أكل الجسد وربنا ودمه لازم يكون في شرطين: الشرط الأول الإيمان، والشرط الثاني التوبة. يعني لازم يكون عندك إيمان بأن الموجود على المذبح دي هو نفس المسيح اللي اتولد من بطن العذراء، للجسد اللي عاش وسطينا، اللي مات، اللي دفن، اللي قام، اللي هيجي في المجيء الثاني عشان يدين الأحياء والأموات. لازم يكون في هذا الشرط. عشان كده أبونا بشير الصينية في على المذبح يقول: أؤمن 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 إن هذا هو الجسد الذي أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا ست العذراء الطاهرة مريم. ده نفس الجسد اللي كان في بطن العذراء مريم، ويرفع للشعب كله يقول: أؤمن أؤمن أؤمن. ولازم كل الشعب يصرخ وراء أبونا يقول: أؤمن أؤمن أؤمن. إذا ما كانش عندك هذا الإيمان لا يستحق لك أن تدخل وتتناول. وبعدين الشماس أول ما أبونا بيخلص بيكرر نفس الكلام الشماس، يقول: أمين أمين أمين، أؤمن أؤمن أؤمن. وبعدين في النهاية بيقول الشماس: صلوا من أجل التناول باستحقاق. وبيذكر الشعب يعني لازم نتناول باستحقاق. ولما يتحول الجسد القربان لجسد والخمر إلى دم، ويقول أبونا: وهذا الجسد يجعله، وهذا القربان يعني يجعلها جسدا مقدس، وهذا الخمر دما كريما، ويرشم الصليب، على طول هنا يتحول القربان لجسد والخمر إلى دم. وأول طلبة بعديها طوالي: اجعلنا مستحقين أن نتناول من قدساتك. خلاص أصبح في قدسات، طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. عشان كده أبونا في نهاية القداس بيقول إيه؟ القدسات للقديسين. يعني لازم اللي بياخد من هذه القدسات هم القديسين. مفترض أنا وإنت قبل ما نتناول من جسد الرب ودمه نكون قديسين، لأنه أبونا بيقول اللي مش قديس أو مش شبه القديس لا يستحق له أن يدخل ويتناول. إذا أول شرط أنه تتناول من جسد الرب ودمه أنه لازم يكون عندك الإيمان بأن اللي موجود على المذبح وماشي تاخده هو المسيح نفسه اللي اتولد من العذراء واتجسد ومات وقام ودفن وياتي في المجيء التاني. عشان كده خلوا بالكم يا احبائي ان القداس كله من اول لحظه لاخر لحظه كله صليب، كله رشم بالصليب. اول ما يفتح ابونا الهيكل والستر يقول اليسوني ماس، ويرشم على نفسه الصليب، يقول إيرني باسي، وبعدين يقول شليل إيرني باسي أو السلام لجميعكم، ويرشم الصليب. لحديت آخر نفس في القداس امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم، ويرشم أيضا الصليب. خلوا بالكم في القداس أبونا بيرشم الصليب بثلاثة طرق. أولا
بيمسك الصليب وبيرشم بالصليب. بعد كده تيجي مرحلة بيصيب الصليب وبيرشم بيده. تيجي مرحلة ثالثة لا يرشم بالصليب ولا يرشم بيده، وإنما بيرشم بالجسد والدم. الجسد يرشم الدم والدم يرشم الجسد. إزاي؟ أولا في القداس أبونا بيقول الرب مع جميعكم، ويمسك الصليب ويرشم الشعب. أين هي قلوبكم؟ يرشم الشمامسة بالصليب. فلنشكر الرب، يرشم نفسه بالصليب. وبعدين يقول أجيوس، يعكس الحكاية، يقول أجيوس يرشم نفسه أولا، وبعدين يقول أجيوس ثاني يرشم الشمامسة، بعدين يقول أجيوس ثالثا ويدي وشه للشعب ويرشم الشعب. ده كله وهو بيرشم وماسك الصليب. بعد كده مرحلة تانية بيصيب الصليب خالص ويرشم بيده. ليه؟ من وقت ما الشماس يقدم البخور لأبونا، وأبونا يقول ووضع لنا هذا السر العظيم، وأبونا يحط يده في البخور وتصهر اليد بتاعت أبونا دي تختفي في البخور ويطلعها وتتبدل يد أبونا بيد المسيح. من دلوقتي هيبتدي التقديس. الذي يقدس هو الله وليس أبونا، لأنه خلاص بيخط يده في البخور، وضع لنا هذا السر العظيم ونزل التقوى، وتتبدل يد أبونا بيد المسيح نفسه. عشان كده ما فيش حد يقول أنا ما بتناولش من أبونا فلان وأبونا علتكان وأمشي قداس أبونا فلان، ما أمشيش قداس أبونا علتكان. يا ابني مش أبونا اللي بيقدس، ده ربنا هو نفسه اللي بيقدس. عشان كده يقوم يمسك القربانة ويبتدي يرشم بيده ويقول وشكر بيده مش بالصليب. ليه؟ لأنه دلوقتي هي يد المسيح. وشكر وبارك وقدس، ويمسك الخمر برضو بيده لأنه دي يد المسيح هي اللي بتقدس مش الصليب، ويقول وشكر وبارك وأيضا وقدس، ويبتدي إن هو يبتدي يرشم بالصليب بيده لحد ما يتحول هذا القربان إلى جسد وهذا الخمر إلى دم. خلاص كده المسيح نفسه بقى قاعد على المسبح. لا يجوز بعد كده أبونا حتى يستعمل يده للرشم، لا. ليه؟ مين يرشم؟ اللي يرشم المسيح نفسه. فلما أبونا في آخر القداس يقول القدسات القديسين مبارك الرب يسوع المسيح، يقوم أبونا يمسك الحتة من الجسد اسمه الإبزيقيون ويرشم بيها، يحطها في الدم ويرشم بيها كل الجسد، ويقول مبارك الرب يسوع مقدسا ومبارك، ويرشم بالجسد والدم. الجسد يرسم الدم والدم يرشم الجسد. ليه؟ لأنه دلوقتي المحطوط هو المسيح نفسه. لا يجوز حتى أبدا، ولا حتى سيدنا البطرك هو اللي يرشم لا بيده ولا بالصليب، اللي يرشم المسيح نفسه بالجسد والدم. عشان كده ثلاثة مراحل بيتم فيها الرشم بالصليب في القداس. أولا مرحلة الصليب، ثانيا أبونا بيسيب الصليب بيرشم بيده لأنه دي يد المسيح. بعد ما تحول الجسد القربان الجسد والخمر إلى دم، المسيح نفسه موجود على المذبح، يقوم هو نفسه اللي يقدس القرابين. طيب إيه علاقة الكهنوت بالصليب؟ الكاهن ما هو إلا مسيح مصلوب كل يوم. الكاهن ما هو إلا مسيح مصلوب كل يوم. نلاحظ أنه موسى النبي لما دخل في حرب مع عماليق، إيه اللي حصل في الحرب دي؟ أنه كان دخل في حرب غير متكافئة، ناس عماليق طوال خالص. عماليق دول إيه اللي بيحصل؟ أنه موسى كان بيعمل يده كده مثال الصليب، وأول ما كان بيعمل كده الشعب كان إيه؟ كان يغلب. ولكن أول ما موسى كان يتعب كان ينزل يده، كان موسى لما كان يعمل كده الشعب كان يغلب، شعب بني إسرائيل. ولما موسى كان ينزل يده ويتعب يقوم يحصل إيه؟ عماليق هي اللي تغلب.
فقاموا عرفوا الحكاية دي، قاموا قالوا له لا ترفع يدك من صار الصليب عشان نغلب. قال لهم أنا تعبت. فقاموا جابوا واحد مسك يده من هنا واحد مسك يده من هنا لحد ما خلصت الحرب، هم مسكين له يده مثال الصليب. إذن بهذا تغلب. إذن واحد من القديسين كان بيصلي طول الوقت على مثال الصليب. في ناس بتعمل كده بالمناسبة، إنه هي تفضل طول وقتها فتح يدها كده مثال الصليب وبتصلي عشان يتألموا زي المسيح كان بيصلي. يبقى الكاهن هو لا يبطل أن يصلي من أجل شعبه أبدا. ليه؟ لأنه الكاهن هو مسيح مصلوب. الكاهن اللي بطل أن يصلي من أجل شعبه يعرف أنه الشعب ده هيغلبه الشيطان. ليه؟ لأنه لازم الكاهن يصلي من أجل الشعب. لو المسيح نزل من على الصليب وقال أنا تعبت من الصليب وتعبت من الألم والشوك والمسامير تنزلوني خلاص، يبقى كده إحنا كنا هلكنا ولم ندخل إلى الملكوت. إذن الكهنوت هو الصليب، لأنه كاهننا الأعظم، الكاهن الأعظم المسيح الرب يسوع المسيح صلب على الصليب. إذن أي كاهن قبل ما يدخل الكهنوت لازم يعرف بأنه هيتصلب كل يوم، هيتشتم كل يوم، هيفترى عليه كل يوم، هيتوسخ من الشعب كل يوم. عشان كده بنلبس الكاهن أسود، بنقول له استحمل استحمل، لازم تلبس أسود. عشان كده يا أحبائي الكاهن ما هو إلا مسيح مصلوب كل يوم. بعدين الرب يسوع المسيح قال لتلاميذه، قال هذا، نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. طيب يبقى مين اللي بيغفر الخطايا؟ هل الكاهن؟ لا، إنما الروح القدس في الكاهن هو الذي يغفر الخطايا ويمسك الصليب ويقول التحليل. إذا ما فيش حد يقول أنا هعترف من هنا ورايح لربنا على طول. مين اللي هيديك سلطان الحل والربط؟ مين اللي هيحط الصليب على راسك عشان تتحول الخطيه من راسك الى الصليب؟ اذا كل البركات اللي احنا بناخدها في الاسرار المقدسه من خلال الكاهن المصلوب. عشان كده الكاهن عندنا لازم يمسك صليب ولازم يرشم صليب ولازم يلبس صليب ولازم حياته كلها تكون صليب في صليب. السر الثاني هو سر الزواج. طبعا انا مش محتاج اقول الزواج هو صليب، أكبر صليب في الدنيا وأعظم صليب في الدنيا هو صليب الزواج. عشان كده يقولوا إيه في المسيح، يقول إيه بولس الرسول، يقول إيه المسيح والكنيسة زي العروس وعروسته، المسيح العريس والكنيسة عروسته. فالمسيح مات أحب الكنيسة عروسته، أحبها إلى المنتهى، أحبها إلى الموت. وده اللي عايز يقوله بولس الرسول، يجب على الرجل أن يحب امرأته لحد الموت، لدرجة الموت، والعكس كمان أن تحب المرأة رجلها لحد الموت. إذن الزواج المسيحي أن الرجل يموت من أجل امرأته والمرأة تموت من أجل رجلها، ده الزواج المسيحي. زي ما مات المسيح من أجل الكنيسة، كمان زي ما مات العريس يموت العريس من أجل إيه؟ عروسته. عشان كده يا أحبائي خلي بالك، أي ست سابت رجلها أو انفصلت عن رجلها، معلش سامحوني في الكلام، أو قدمت طلاق أو انفصلت، هي كده قلعت صليبها وقالت أنا مش قادر أحمل الصليب. والعكس، أي رجل ساب بيته قلع صليبه وقال أنا مش قادر أحتمل هذا الصليب، طيب اللي مش هيشيل الصليب لا يكون لي تلميذ. اذا احنا بنلبس العريس برنص وبنقول له انت ايه؟ انت كاهن البيت في زواجه، يوم زواجك بنلبسك البرنص. ليه بنقول لك انت كاهن البيت؟ لانه ده نفس البرنص اللي بيلبسه ابونا في الاعياد. اذا طول ما انت كاهن البيت، احنا اتفقنا انه الكاهن هو مسيح مصلوب طول اليوم.
اذا خلي بالك العروسه برضه بنلبسها برنس، لكن مش بنقول لها انت كهنه البيت، لكن بنلبسها برنس عشان بنقول لها اختشي، خلي عندك ذوق شويه وغطي جسمك عشان انت واقفه قدام المذبح عريانه لا يجوز لك، عشان كده بنلبسها البرنس. لكن العريس بنلبس البرنس لانه هو كاهن البيت، فلازم يكون هو يعني المحتمل البيت والمسؤول عن البيت. العريس والعروسه الاثنين بنلبسهم تاج، لانهم بنقول للعريس انت كده ملك، بنقول للعروسه انت كده ملكه ايضا. اذا انتوا اولاد ملوك، فلازم اخلاقكم تكون اخلاق الملوك، مش كده؟ انتوا اولاد الملك وانتوا داخلين عند الملك، وانتوا لازم تملوا البيت، تملوا الملكوت كله بايه؟ باولادكم، يملوا الملكوت كله باولادكم. اما انا والذين اعطيت اياهم لم يهلك منهم احدا. امتى يتحول الرجل والست الى واحد؟ اول حاجه لما بيدخلوا الكنيسه بيدخلوا اثنين، الرجل وامراته او العريس وعروسه. اول ما يطلعوا من باب الكنيسه بيطلعوا واحد، هما الاثنين بيبقوا واحد. امتى بيحصل الكلام ده؟ لما يحل الروح القدس على العريس والعروس. اول ما يحط، ودي اهم حته في الاكليل المقدس، يحط ابونا يده على العريس والعروسه ويرشم بالصليب، يقول كللهما بالمجد والكرامه ايها الاب امين، والشعب يقول امين. باركهما ايها الابن الوحيد يقول امين، والشعب كله امين. قدسهما ايها الروح القدس، والشعب كله يقول امين. من هذه اللحظه يرشم ثلاث مرات، يحل الروح القدس على العريس والعروسه، وكلهم يصبحوا جسد واحد، الاثنين يصبحوا جسد واحد. اخر سر هو سر مسحه المرضى. سر مسحه المرضى هو استعملوا هذا السر من ايام الرسل. يقول في انجيل مرقس دهنوا بزيت مرضى كثيرون فشفوهم. ويعقوب الرسول يقول أمريض أحد بينكم فليدعوا قصوص الكنيسة ويدهنوا بالزيت، وصلاة المريض تشفي، وصلاة الإيمان تشفي المريض. ويدهنوا بالزيت، يعني زيت مسحة المرضى ده من أيام الرسل. ساعات في ناس بيكون عندها مريض، والمريض ده طبعا مش يقول لك جبنا أبونا وعمل جنديل، لكن المريض ما تشفاش مات. هل من الضروري أن كل جنديل أو نجيب أبونا عشان يقول صلاة الجنديل يشفي المريض؟ لا، مش من ضرورة. ليه؟ لأنه لو تلاحظوا أغلب 90% من صلوات الجنديل صلوات لأجل شفاء الروح وليس لأجل شفاء الجسد. ليه؟ لأنه هذا المريض لما إذا شفي في المرض دي ما برضه حيمرض تاني، ولما يمرض تاني حيموت مرة تاني. ايه المشكله؟ يعني اذا ما اتشفى في المرض ده اذا اتشفى في المرض ده حيمرض تاني وحيموت تاني. فالكنيسه عندنا اهم حاجه شفاء الروح وليس شفاء الجسد. عشان كده المسيح لما قدموا له المفلوج اول حاجه قال له ايه؟ قم، قال له مغفوره الله خطاياك. طبعا الناس قالوا له احنا مش جايين تقول له مغفورة الله خطاياك، جايين نقول لك، قل له قم احمل سريرك وامشي. فهم قال لهم انا عندي شفاء الروح احسن من شفاء الجسد، انا بهتم بالروح اكثر من الجسد. الجسد كده كده ميت، لانه المفلوج ده لما شفاه المسيح وقال له قم احمل سريرك وامشي مات تاني، لكن الروح هي المهمه. عشان كده قال لهم عشان تعرفوا لي سلطان على اقول مغفورة الله خطاياك، لأنهم قالوا إيه مغفورة الله خطاياك؟ مين يعرف مغفورة الله اتغفرت خطاياه ولا لا؟ كلمة بيقولها وخلاص. قال لهم عشان تعرفوا ليه سلطان على مغفرة الخطايا، وليه سلطان أن أقوم كمان وأشفيه. خلاص كمان قوم احمل سريرك وامشي. وفعلا قام وحمل سريره ومشى. إذا سر مسحة المرضى في صلاة معينة كده يقول لك يقول الكاهن سرا، يعني من غير ما حد يسمع، من فضلك يا رب اشفي هذا المريض، واذا مش عايز تشفيه عايز تاخده بسلام خده بسلام. طبعا يعني مش بسمعها للمريض عشان يعني مش يعني ما يتعبش، لكن احنا بنقول له يا ربي
احنا ما عندناش مانع انك انت تاخده، لكن روحه تخيلها السماء. عشان كده اي حد يعمل جنديل لازم يعترف في الاول قبل صلاة الجنديل. ليه؟ لانه الروح دي اهم من الجسد، لانه احنا بنصلي للروح اهم من الجسد. كل سنة طيبين. طبعا عيد الصليب كان يوم الاثنين والثلاث والاربع، وعايزين ناخد تدريب صغير على الصليب. ارجوك اقعد كل يوم تحت الصليب وتأمل في هذا الصليب، وقول له يا رب الراس المليانة شوك دي والمليانة دم، يعني راسي أنا كلها أفكار شريرة، اصلب يا رب هذا الفكر زي ما راسك أيضا اتصلبت على الصليب. اجعل فكري يا رب نقي واصلب هذا الفكر. وبعدين بص لعين المسيح وقول له يا رب عينك دي المليانة دم، وأنا عيني عمالة تمشي يمين وشمال وتبص لحاجات وحشة. بعدين بص على ودان المسيح اللي كلها بتنزل دم، قول له يا رب ودانك مليانة دم، وأنا وداني عمالة تسمع الحلو والبطال، وتسمع أغاني وتسمع مسلسلات وتسمع حاجات لا تليق. لسانك يا رب اللي كان يطلع الكلمة بالعافية بيقول أنا عطشان، أنا لسان يا ربي عمال يشتم ويحلف ويكذب ويدين الناس ويقول بلاوي، اصلب يا رب هذا اللسان. فكل يوم اقعد تحت الصليب قل يا رب اصلب فكري، واصلب يا ربي هذا الفكر، لأنه أنا لما بصلي بسرح، فاجعلني يا رب اصلب الفكر وما اسرحش إلا في الصلاة. اصلب عيني، اصلب وداني، اصلب لساني، اصلب يدي وإرادتي، واصلب رجلي يا ربي عشان تمشي إلى عمل الخير. أحبائي كل يوم نبص للصليب وتقول له يا ربي زي ما أنت احتملت على الصليب اجعلني أنا أيضا أحتمل يا ربي الصليب، زي ما أنت رب شلت الصليب اجعلني أنا أيضا أشيل الصليب. كل سنة وأنتم طيبين. إلهنا المجد والإكرام في كنيسة من الآن والأبد، آمين.